يا أولادي سلام عليكم. أنا طالعة دلوقتي على جبل عرفات وما ضمنتش عمري هرجع ولا مرجعش. بوصيكم أمانة، بأمنكم أمانة يا أولادي على مرجع، ده لو حصل نصيب ورجعت ألقيكم كلكم إيد واحد، محدش زعلان من حد. يا طارق انت ومنى بأمنكم أمانة يا ابني، داخل عليكم عيد يا حبيبي عشان خاطرنا يا طارق، خليكم ايد واحدة يا ابني، معلش يا ابني عشان خاطرنا يا طارق، عشان انا ما ضمنتش عمري ارجع ولا ما ارجعش، عشان ابقى انا مستريح، حتى الموت ابقى مستريح. مع السلامة. ربنا يرجعك لنا بألف سلامة يا حاجة. تلاقيش يا حبيبتي اللي انت عايزاه انا اعمله لك يا ام. ربنا يرجعك بالسلامه يا ام ويديك طول العمر يا رب، ويبارك في عمرك ويخليك لينا ودايما تبقى في وسطنا عشان خاطر النبي. افرحي كده وبلاش عياط، واللي انت عايزاه انا اعمله لك يا ام. حبيبتي يا ام ربنا يديك الصحه وطول العمر وترجعي لنا بالف سلام، ربنا يخليك لينا يا رب ويبارك لنا في صحتك وعافيتك، وما تقلقيش علينا يا حبيبتي احنا كلنا واحد، ولا صبيان ولا بنات ان شاء الله عمرنا هنستغنى عن بعض، ما تحمليش هم حاجة خالص، انت خليكي في نفسك وربنا يا رب يرجعك بألف سلامة ويتقبل منك يا رب وترجعي لنا بالسلام. ربنا يبارك في عمرك يا تيتا ويديك الصحة يا رب، وان شاء الله ان شاء الله تكملي حجتك على خير وترجعي لنا بألف سلامة ان شاء الله، وان شاء الله ترجعي وتلاقينا كلنا مع بعض وكلنا فيش اي حاجة خالص، وبإذن الله بإذن الله يا رب حجتك تكمل بخير وترجعي وكلنا نبقى فرحانين ومبسوطين، وعمو السيد يرسم لك طيارة على البيت ويقول لك حج مغفور حج مقبول وذنب مغفور ان شاء الله ان شاء الله ما تقلقيش، وان شاء الله ان شاء الله يا رب تكمل بخير.